في الليلة معكم أنا خالد سعيد ونناقش فيها 20 ممثلا عن جهات عسكرية وأمنية التقاهم باتيلي في طرابلس طلبوه بحوار أكثر شمولا. وفي المقابل قرر المبعوث الأممي بالانسداد الراهن وتحدث عن دور الممثلين العسكريين والأمنيين في الحل السلمي الشامل لإحياء عملية الانتخابات. نناقش هذا الموضوع عقب ساعة إخبارية مفصلة، تابعونا عناوينها مع مروى العلج. شكرا لك خالد. وفي عناويني هذه الليلة، في اجتماعين منفصلين باتيلي يؤكد أهمية إشراك الجهات الأمنية لحل الأزمة ويتفق مع الكبير على شفافية الإنفاق العام. وسط تفاقم أزمة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن، توصيات بإعلان الطوارئ في المدينة واعتبارها منطقة منكوبة، واستمرار استخراج جثث ضحايا كارثة الفيضانات من مقبرة مرتوبة، وهيئة المفقودين تعلن تجاوزها 860 جثة. يشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميل آزم علي. شكرا. تتابعون معنا في نقطة نقاش. في ظل الحرب الدائرة بالجارة الجنوبية السودان، تشهد مدينة الكفرة مبادرات لتقديم العون للنازحين من السودان وغيرهم من الجنسيات الأخرى. نسلط الضوء في نقطة نقاش الليلة عن هذه المبادرات الأهلية ودور السلطات المحلية والحكومية في هذا الملف. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية. إذن مع حمزة قديش ومازن ربا. شكرا لكما. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، بهدف تحسين الخدمة وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني، المركزي يعلن تأسيس وحدة التكنولوجيا المالية. وتتابعون معنا في الرياضة، الأخضر يتخطى ضيفه الهلال والأهلي بنغازي يفوز على المروج في ختام مباراة الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. كانت هذه عناوين الليلة، ما أنا فأعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال لقائه أكثر من 20 قياديا من الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية أنه يعمل على إشراك جميع الأطراف المعنية بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة لدعم التوصل إلى حل سلمي للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية. هذا واتفق باتيلي مع محافظ مصرف ليبيا المركزية صديق الكبير على ضرورة ضمان الإنفاق العام الخاضع للمساءلة، إضافة إلى توزيع الموارد بشكل عادل. يبدو أن حراك المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بات في أوجه مؤخرا، فعقب أيام قليلة فقط من سلسلة طويلة من اللقاءات التي عقدها مع الأطراف الخارجية المؤثرة ممثلة بالسفراء، ها هو اليوم يبدأ حراكا داخليا كانت الأصعدة كافة عنوانا له. اللقاء الأول كان سياسيا، جمعه برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أحد أطراف الأزمة السياسية الراهنة، حيث ناقش الطرفان آخر تطورات الوضع، فشدد باتيلي على ضرورة مشاركة القادة الليبيين في الحوار والاتفاق على تسوية سياسية تمهيدا للانتخابات وحل القضايا العالقة. في المقابل أكد تكالة لباتيلي قبول مجلسه بمبادرة الأخير للجلوس إلى طاولة حوار ينطلق من الثوابت الوطنية ويتوافق مع الإعلان الدستوري ومع ما تم التوافق عليه سابقا وشكل أساسا لما تبعه من مراحل. أمنيا، كان لباتيلي لقاء بقيادات ممثلي جهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي، حيث طالبت القيادات بعملية سياسية أكثر شمولا تؤدي إلى حلول مستدامة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب صراع جديد بما في ذلك جهود توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. لم يغفل المبعوث الأممي الجانب الاقتصادي، فالتقى بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير واتفق معه على ضرورة ضمان الإنفاق العام الخاضع للمساءلة، إضافة إلى توزيع الموارد بشكل عادل. وتقول البعثة الأممية أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود إشراك كافة الأطراف بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية
والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب في مساعي حل الأزمة التي تصفها بالمستعصية، في حين يرى مراقبون أن باتيلي بات يحاول مؤخرا تحريك المياه الراكدة في البلاد بعد فترة كان الجمود السياسي عنوانه الأبرز. عرض رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السيح أمام النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني عرض التجهيزات الفنية لفتح سجل الناخبين خلال الأيام القادمة والخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية لضمان إجراء انتخابات المجالس البلدية. جاء ذلك خلال لقاء اليوم في طرابلس، أكد خلاله الكوني دعمه للجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاز الإسحقاق الانتخابي الذي يسهم في انتخاب من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم، وذلك وفقا لما نشره المجلس الرئاسي. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالى مع النائب العام صديق الصور أهمية استقلال القضاء ودوره في المحافظة على الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة ومكافحة الجريمة. وخلال لقائهما بمكتب النائب العام أكد الجانبان وفقا للأعلى للدولة أهمية دور السلطة القضائية في المحافظة على التوازن ووحدة البلاد في ظل الانقسام الذي تشهده أغلب مؤسسات الدولة. شدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة على أن الوقت قد حان بالنسبة للدول الأوروبية للاعتراف بالدول الإفريقية كشريك بالتنمية العالمية. ودعا دبيبة خلال كلمته في قمة إيطاليا أفريقيا المنعقدة في العاصمة روما اليوم الاثنين، دعا الدول الأوروبية لإعادة النظر في مقارباتها التي وصفها بالاستغلالية تجاه الدول الأفريقية واتباع نهج تحترم فيه سيادتها وإمكانياتها. واعتبرت دبيبة أن ابتعاد أوروبا عن المقاربة الأمنية في التعامل مع القارة الأفريقية سيضع حلولا لأزمة الهجرة والاستقرار السياسي وفق تعبيره. إلى ذلك شددت بيبا خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على أهمية إطلاق الحوار الليبي الأوروبي الاستراتيجي حول قضايا الهجرة. كما أكدت بيبا خلال اللقاء الذي انعقد على هامش أعمال القمة الإفريقية الإيطالية على دعمه لمبادرة المبعوث الأممي وأهمية ترسيخ جهود الاستقرار في المنطقة. هذا وأشاد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بصفته وزير الخارجية بتجربة الرواندية في ترسيخ وتثبيت المصالحة والاستقرار، مؤكدا ضرورة استئناف التعاون الاقتصادي بين ليبيا ورواندا. جاء ذلك خلال لقاء جرى الاثنين على هامش أعمال القمة الإيطالية الإفريقية ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقالت منصة حكومتنا إن الطرفين تطرقا إلى ضرورة تبادل الزيارات الرسمية وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين، إضافة إلى مراجعة الاستثمارات الليبية في رواندا ودعم مجالاتها وتطويرها. هذا واختتمت اليوم الاثنين أعمال قمة إيطاليا أفريقيا التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومين بمشاركة ليبيا وعدة دول إفريقية ومسؤولين أوروبيين. وأشارت منصة حكومتنا إلى لقاء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة على هامش القمة عددا من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين لبحث التعاون الاقتصادي المشترك. كما يذكر أن القمة تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والبنية الأساسية إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة. عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس ينضم إلينا المحلل السياسي ناصر أبو ديب. أهلا وسهلا بك سيد ناصر. إذا لقاءات باتيلي الداخلية توسعت هذه المرة واتسع نطاقها ليشمل الجانب الاقتصادي إلى جانب الجانب الأمني والسياسي، وتزامن ذلك ربما مع الأنباء التي تروج حول مباحثات لعقد لقاء بين تكالى وعقيلة في المغرب. هنا أي رابط بين الحدثين باعتقادك؟ مرحبا بك أستاذة مروة وبالسادة المشاهدين.
شوف، أعتقد أن ما يحدث الآن في ليبيا هو فترة هدوء، وهذه الفترة هي فترة مهمة جدا، لأن كلما زاد الهدوء تكون هناك أفكار جيدة وحوارات جيدة. ولكن عندما تطول هذه الفترة، فترة الهدوء، نذهب في إشكاليات أخرى وتعقيدات أخرى. أعتقد أن السيد باتيلي أخطأ منذ البداية عندما ذهب إلى هذا الحوار الخماسي بدون الاجتماع مع الأطراف الفاعلة على الأرض، والتي هي يمكن لها أن تكون مساندة لما ذهب إليه باتيلي. الآن بعد ما اقترح هذه الحوارية مع 5 أشخاص، الآن بدأ يفكر بأن هذه الفكرة غير صحيحة ولن تنجح دون إشراك الأطراف الأخرى، والدليل على ذلك باجتماعه مع القوى الفاعلة في المنطقة الغربية، وهنا نتحدث على القوى العسكرية في المنطقة الغربية، والتي هي قوى نظامية وتتبع وزارة الدفاع في الحكومة الوحدة الوطنية. فبالتالي عندما نتحدث من هذا الجانب فوقع في إشكال كبير بإشراك سواء من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية هذه المجموعات من الجيش في حوارات سياسية التي يجب أن يبتعد عنها هذا الجانب العسكري على ما هو سياسي. أما ما يتروج أنه هناك لقاء يمكن أن يكون بين عقيلة وصالح، أعتقد أنه هذا الخبر غير صحيح، ولا يمكن إجراء هذا اللقاء، لأنه لا نتائج من هذا الحوار أو من هذا اللقاء. ما هي النتائج التي سوف يخرج بها عقيلة وتكالة من مثل هذه الاجتماعات، خصوصا بأن هذه الأطراف جميعها، السيدة مروة، أن التباين واضح بين هذه الأطراف، أحدهم يتحدث على عدم فتح هذه القوانين الانتخابية، والآخر يريد الذهاب إلى مخرجات بوزنيقة. فبالتالي أعتقد أن الإشكال كبير بدأ الآن في هذه الحوارية الخماسية التي ذهب إليها باتيلي، والتي كنا طيب نعتقد الحوارية أنها ممكن كما أن سميتها تحدث بين الحوارية الخماسية. سيد أبو ديب، في بداية ربما الإعلان عن مبادرة باتيلي قال بأنه سيشمل الأطراف الأخرى الخارجة عن نطاق 5 المدعوين إلى الطاولة بشكل مباشر، ولكن عن طريق المشاورات. ولكن ربما هناك من يرى بأن الأجدى هو أن تتوسع الطاولة في حد ذاتها، يعني أن تكون هذه الجهات الأمنية والعسكرية مشمولة في اللقاءات وليس فقط بمشاورات باتيلي. الآن هذه التحركات التي طولب فيها من جديد باتيلي من قبل الجهات الأمنية والعسكرية بربما حوار سياسي أوسع، والبعثة الأممية التي تقول بأن الغرض من هذه الاجتماعات هو كذلك إشراك كافة الأطراف العملية السياسية، هل يمكن فعلا أن يشمل باتيلي هذه الأطراف إلى الطاولة الأساسية وليس على مستوى التشاور والمشاورات فقط؟ شوفي، هو المبدأ الأساسي اللي أنا تحدثت عليه أن العسكري لابد ألا يدخل في المجال السياسي، ونحن عارضنا من البداية دخول حفتر في هذه الطاولة بحكم أنه عسكري. لا يمكن للعسكري أن يدخل في المجال السياسي، هذا رجل عسكري لديه مهام أخرى تختلف عن المدني السياسي الذي يرسم سياسات الدولة. هو الآن سيد ناصر في موقف فقط محرج اسمح جدا، لأن اسمح لي في هذه النقطة فقط، في المشهد الليبي ربما الحديث عن المنطقي أو الممكن لا يجوز، لأننا نتعامل مع سلطة الأمر الواقع. هناك من يرى بأن هذه الأطراف هي الأساس، بمعنى وإن توصل المبعوث الأممي رفقة الأطراف الأخرى على غرار المجالس الثلاثة أو حكومة دبيبة أو حفتر إلى ربما تفاهمات قد تعيق هذه الأطراف الأمنية والعسكرية التطبيق والتنفيذ والمسار فيها، وهذا منطلق ربما دعوتهم لشملها أيضا والتشاور والتحاور معها والتوافق. طب شوفي سيدة مروة، هذه الأطراف العسكرية لديها أطراف مدنية موالية لها، يعني لما يذهب السيد دبيبة وهو وزير دفاع في المنطقة الغربية هو مندوب على هذه المجموعات وهذه القوات العسكرية في المنطقة الغربية، وعندما يذهب أيضا عقيلة صالح، لأن إذا 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 نتحدث بما ذهبت إليه، نعم هذا هو واقعنا، لابد من إشراك جميع الأطراف، ولكن متى سوف نذهب إلى حلول أخرى ليست حلول تلفيقية؟ لأنه سوف نذهب الآن الأحزاب تريد أن تكون مشاركة، النخب السياسية سوف تكون تريد أن تكون مشاركة، المكونات الاجتماعية، كان من الأولى الذهاب إلى نقاشات
أكبر قبل الإعلان على هذه الحوارية الخماسية. وأيضا لديه إشكال مع حكومة النواب حماد، ماذا سوف يفعل بها؟ فبالتالي هذا إشكال، لأنه سيدة مروة نحن الآن كما تحدثت بالفعل نحن في أمر واقع، وكل هذه الأمور هي أمور سلطة أمر واقع. ولكن ما هو الحل؟ أعتقد أنه لن يكون هناك حل بهذه الإشكالية التي ذهب إليها. والآن السؤال الذي يطرح، هل سوف يرضخ السيد باتيلي إلى ما ذهب إليه في اجتماع الأمس؟ هو إما إشراك قوات الجيش في المنطقة الغربية في هذه الحوارية أو إخراج حفتر. هل يستطيع بالفعل إخراج حفتر من هذه الطاولة الخماسية؟ طيب. أعتقد أن الإجابة لا يستطيع في هذه الظروف. فبالتالي الآن هو أصبح يترنح وأصبح يعني متخبط، لا يعرف ماذا يفعل السيد باتيلي. الآن لديه أكثر من سنة. نعود إلى المستجد في لقاءات باتيلي هذا، وقلنا نعم. بأنه ربما لقاءه بالكبير هنا الدلالة هنا عن توسيع المشاورات لتشمل ما هو اقتصادي، كيف تراها؟ لا، شوف، هو باتيلي أصبح يعني يتدخل في كل الأمور، يعني ما واجتماعه مع الكبير واجتماعه حتى المدة الماضية مع ووزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية. أعتقد أنه هناك يريد تثبيت الوضع على ما هو عليه حتى من الناحية الاقتصادية، لأنه ليس في مصلحة باتيلي أن تنفلت الأمور حتى الاقتصادية في ليبيا. الآن شوفوا سعر الدولار، شوفوا سعر المواد في ارتفاع، فبالتالي هو يريد أن تحافظ هذه الأجسام على ما هو الآن موجود وعدم الدخول في مختنقات أخرى وفي مسارات أخرى غير ما هو ذاهب إليه، لأنه يعلم جيدا إذا انفلتت الأمور الاقتصادية وصعد الدولار أكثر مما هو الآن موجود، فبالتالي سوف يكون هناك إشكال آخر وتداخلات بين هذه الأطراف اللي موجودة المتصارعة على السلطة في ليبيا. أعتقد أن واضح. السيد باتيلي يريد المحافظة على الهدوء اللي موجود الآن اللي تحدثنا عليه في بداية حديثنا. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي ناصر أبو ديب، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. عقدت محكمة استئناف طرابلس اليوم الاثنين جلسة الاستكمال محاكمة رئيس استخبارات النظام السابق عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتورط بمذبحة أبو سليم. وأكد محامي المتهم أحمد نشاد للأحرار أن السنوسي نفى كل التهم الموجهة إليه قبل أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاعه، مشيرا إلى أن السنوسي جدد مطالبته المحكمة بالإفراج الصحي وأن الجلسة رفعت وتم تأجيلها إلى 5 فبراير المقبل. قال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في بلدية زليطن مصطفى البحباح إن الحكومة لم تصرف بعد الميزانية التي طلبتها البلدية لمواجهة أزمة ارتفاع منسوب المياه داخل أحياء البلدية. وأضاف البحباح في مؤتمر صحفي أن عمليات الشفط والردم مستمرة منذ 15 يوما، إلا أن هذه الحلول لن تحل الأزمة بشكل جذري، مشيرا إلى نزوح عشرات العائلات بعد تضرر مساكنها. نعول على الحكومة أن تمدنا بميزانية، طلب بميزانية، ولحد الآن لم تصرف أي إمكانيات للبلدية بمجابهة هذه الظاهرة. وهذا صوتنا بالمصدوق للحكومة على أساس أن تهتم أكثر وتصرف ميزانيات للبلدية حتى نستطيع استكمال إجراءات التسكين، استكمال مثلا الأعمال الجارية حاليا. هذا وقالت لجنة الأزمات والطوارئ في زليطن إن علماء في المياه والجيولوجيا أوصوا خلال ندوة عقدت في المدينة أمس الأحد بإعلان حالة الطوارئ واعتبار المدينة منكوبة، بالإضافة إلى ضرورة القيام أو قيام الحكومة بمسؤولياتها وصرف ميزانية الطوارئ لها. أول توصية خرجت عن الندوة التي حضرها أفضل خبراء الموجودين داخل ليبيا في مجال الموارد المائية وفي الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا،
أول توصية كانت إعلان حالة الطوارئ في البلدية واعتبار مدينة تصديق المدينة منكوبة، بذا وجب على مجلس الوزراء الاطلاع بمسؤولياته تجاه المدينة وإيجاد الحلول السريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبضرورة صرف ميزانية طوارئ لبلدية تصديق لتنفيذ الحلول العاجلة. إلى ذلك عقدت لجنة تسكين وحصر المواطنين المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليطن اجتماعا لمناقشة آلية عملها والتوصل أو التواصل مع مختاري المحلات بالخصوص. نقل المكتب الإعلامي للمجلس البلدي زليطن عن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ مصطفى البحباح تأكيده ضرورة تواصل المواطنين المتضررين مع مختاري المحلات لاستكمال حصر الأضرار وتوفير المساكن لهم. ونبقى في زليطن حيث سقط الطفل غسان زغليل البالغ من العمر سنة ونصف ظهر اليوم، سقط ببركة مياه أمام منزلهم بمنطقة القزاحية ببلدية زليطن، وذلك قبل أن يقوم أزم ذووه بإنقاذه من الغرق وإسعافه لمركز زليطن الطبي، حيث تم إدخاله غرفة العناية المركزة في حالة حرجة للغاية بحسب الإطار الطبي المشرف عليها. طفل من الأطفال في منطقة المطرحة تعرض لغرق في بركة من المياه بجانب بيتهم. البرك كثيرة، يعني كثيرة في مدينة زليطن، تحتاج إلى شفط، تحتاج إلى إخماد الظاهرة من أصلها، نحتاج إلى سرعة الحلول العاجلة. يعني العيل عمره حوالي سنة ونص تقريبا، وقع في هذا الموقع واستمرت الفترة اللي حوالي ربع ساعة، وجبنا المستشفى والحالة خطيرة جدا، وإن شاء الله ربي يسلمنا ورحمته. لابد من نظرة جادة لهذه الوضع، وهو وضع ما هوش وضع سهل، وضع ما هوش هين، وضع خطير جدا جدا. كنت نلعب في الحوش، بعد تالي أخوي طلع برا، بعد تالي خش في المي، بعد تالي جيت وطلعت. أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الأحد استخراج 69 جثمانا مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة، كما أكدت مواصلة عملها في استخراج جثامين ضحايا الفيضان. استخراج 69 جثمانا من مقبرة مرتوبة في مدينة درنة، هذا آخر ما أعلنته الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مضيفة أن فرقها أخذت 60 عينة من هذه الجثث بعد عملية كشف الطب الشرعي. الهيئة أوضحت أن فرقها المختصة قامت بتكفين وإعادة دفن 60 جثمانا مجهول الهوية من الجثامين التي استخرجتها من مقبرة مرتوبة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الشرعية والقانونية لها. هذه المقبرة التي دفن فيها ما يزيد عن 2000 جثمان من ضحايا الفيضانات ما تزال الأعمال فيها مستمرة، حيث أكد مدير إدارة البحث عن الرفاة والمفقودين لطفي توفيق أن إجمالي الجثامين المستخرجة بلغ 862، جميعها تم أخذ العينات منها وأعيد دفنها. توفيق أوضح في مداخلة مع الأحرار أن الجثامين المتبقية في المقبرة تجاوز عددها 1200 جثمان، مشيرا إلى أن إجمالي المستخرجة من مقبرة الظهر الحمر تجاوز 1700 جثمان تم دفنها في مقبرة الفتايح بدرنة. بالرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة، تستمر عمليات إعادة دفن الجثامين والبحث عما تبقى من الضحايا المفقودين، ويبقى السؤال الأكبر عن الحصيلة النهائية التي ما تزال غير مؤكدة حتى اليوم. ناقش عميد بلدية البيضاء صفي الدين هبة مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ناقش الاستجابة العاجلة للفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية. وأكد المجتمعون خلال لقائهم الأحد أهمية تعزيز التعاون بين البلدية والأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات والمساعدة الإنسانية، إضافة إلى تحقيق استجابة فعالة وسريعة للفيضانات القوية التي تعرضت إليها المناطق الشرقية. بحث رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الحسين سويدان مع وفد من بلدية البيضاء
بحث آلية تنفيذ مشروعات لمعالجة الأضرار التي لحقت بالطرق والعبارات نتيجة الفيضانات. وبحسب مصلحة الطرق فقد ناقش المجتمعون الأحد إمكانية حلحلة المختنقات التي تعيق تنفيذ عدد من الطرق المتضررة لربط الأحياء داخل نطاق البلدية. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط شخص من ذوي السوابق الجنائية مطلوب لمكتب النائب العام في التحقيقات الجارية في البلاغات المقدمة من أهالي ترهونة. وبحسب وزارة الداخلية فإن المقبوض عليه متهم في قضايا قتل ونهب وتهريب، إضافة إلى صدور طلب استحضار بحقه من قبل نيابة استئناف طرابلس، منوها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مكتب النائب العام. أعلن فرع الهلال الأحمر بهون انتشال فرقه لثلاث جثث بعد تلقي النيابة العامة بالجفرة بلاغا عن وجود ثلاثة قبور وسط الصحراء شرق ودان. وبحسب المكتب الإعلامي لفرع الهلال الأحمر بهون فإن فريق الطوارئ بالفرع توجه رفقة النيابة العامة والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة لانتشال الجثث قبل أن يحيلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. أعلنت المفوضية الوطنية العليا انتخابات الاثنين بدأ إرسال مواد تشغيل لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين لمكاتب المفوضية. وأوضحت المفوضية أنه سيتم إرسال الشحنة الأولى الأحد لمكاتب المنطقة الشرقية، بينما سترسل تباعا شحنات مماثلة إلى مكاتب المنطقتين الغربية والجنوبية. أشارت المفوضية إلى أن الشحنات تشمل نماذج واستمارات وقرطاسية، وأن إرسالها يأتي في إطار الاستعداد لفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية. أما الآن مشاهدينا فإلى جولة في الأخبار الاقتصادية مع الزميل حمزة كتش. شكرا لكم. أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، مؤكدا أن الهدف منها هو تحقيق تطوير سريع ومستدام للقطاع المصرفي. وأوضح الكبير أن وحدة التكنولوجيا المالية تهدف إلى تحسين خدمة العملاء وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية وفق تعبيره. وتأتي تصريحات الكبير خلال انطلاق ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية الذي ينظمه المصرف المركزي في طرابلس بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية. سجلت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية أمام الدينار تباينا في تداولات السوق الرسمية الاثنين وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 4 دنانير و835 درهما، في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 5 دنانير و243 درهما، كما انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 6 دنانير و145 درهما. هذا وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي ارتفاعا في تعاملات الاثنين، حيث سجل سعر صرف الدولار 6 دنانير و470 درهما، بينما انخفض سعر صرف اليورو أمام الدينار ليسجل 6 دنانير و990 درهما، في حين سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 8 دنانير فقط. وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس برئاسة أنور أبو 6 مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، وذلك لتعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاستثماري بين البلدين. وبحسب الصفحة الرسمية لغرفة التجارة طرابلس فقد اتفق الطرفان على التعاون في الأنشطة والبرامج الاقتصادية المتفق عليها بشكل متبادل في المجالات الصناعية. تستمر فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ليبيا للغذاء في نسخته الخامسة بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية ودولية، حدث يتم بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة والهيئة العامة للمعارض والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة. التفاصيل في التقرير التالي مع سليمان الفرجاني. حضور كبير شهدته الدورة الخامسة لمعرض ليبيا للغذاء 2024،
والذي أقيم على أرض معرض طرابلس الدولي بمشاركة أكثر من 215 شركة محلية وأجنبية من دول مصر، تونس، تركيا، الإمارات، فرنسا، إيطاليا، الهند، مالطا والمغرب. وهو فرصة مهمة طبعا هذا المعرض للتشبيك، لأن أنت تعرف الغذاء هو عامل مهم في العالم أجمع ويعتبر أمن قومي للدول، ونحن نفتخر أيضا بصناعتنا الوطنية وبشركاتنا الوطنية اللي وصل عدد المشاركات فيها إلى 100 شركة، ونتطلع إن شاء الله أن النسخ القادمة تكون مشاركات أكبر. والحمد لله واليوم السنة العام هذا مش أفضل بكثير من الأعوام الماضية، ونتطلع أن ليبيا تكون دائما في صناعة المعارض سباقة وأن المشاركات تكون بشكل أكبر. أجنحة المعرض هذا العام تنوع المعروض فيها من ناحية الجودة ومن ناحية الدول المصنعة للمنتجات الغذائية والأجهزة المستخدمة في صناعة هذه المواد، حيث ضمت الأجنحة صناعات ومعدات خاصة بالمصانع والمطاعم والمقاهي ومعدات أخرى تتعلق بالتعبئة والتغليف. ليبيا الغذاء الحقيقة شهدنا في هذا المعرض مشاركة ما يقارب 100 شركة ليبية، وهذا إنجاز كبير للقطاع الخاص الليبي، تحررة وانطلاقة من أجل توفير السلع الغذائية بصناعة محلية. هذا إنجاز كبير وخطوة للأمام لكل القطاع الخاص الليبي، وأيضا هناك مشاركة للعديد من الشركات من خارج ليبيا، في من تونس، في من إيطاليا، في من مالطا. هذا حتى هو شجاعة من عديد من الشركات الخارجية لاقتحام المعارض في ليبيا وإثبات وجودهم، لأن السوق الليبي سوق منافس. تنافس كبير يحظى به مجال الصناعات الغذائية في ليبيا، خاصة مع تطوير الشركات صناعاتها ومواكبتها للتقنيات الحديثة في التصنيع، مما زاد الإقبال على شراء هذه المنتجات محليا وخارجيا بعد بدء عمليات التصدير لها. بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مع المدير التنفيذي لمجموعة بنوك ABC التي يسهم فيها مصرف ليبيا المركزي سبل المساهمة في رفع الإنتاج وفرص الاستثمار والتمويل في القطاع النفطي بالبلاد. هذا وبحث اللقاء الذي حضره مديرو فروع المصرف في لندن وبريطانيا، بحث الاستفادة من خبرات البنك المصرفية والمالية في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة الإنتاج في إحدى آبار حقل مسلا النفطي بقدرة إنتاجية تتجاوز 2104 براميل يوميا. وأشارت المؤسسة عبر موقعها الرسمي إلى أن فرق العمل بشركة الخليج العربي للنفط تمكنت من إعادة البئر HH59 إلى العمل من جديد بعد توقف دام 2 و8 أشهر. كشفت جريدة البورصة المصرية عن فوز إحدى الشركات التابعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية ماردي دايف بعقد استكشاف وإنتاج بحقل البوري وبحر السلام بقيمة تتجاوز 29 مليون يورو. وبين الموقع أن شركة الميز لخدمات النفط والغاز المشتركة هي الشركة التي فازت بالعقد الذي سيكون لصالح شركة ميليتا للنفط والغاز. كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز توزيعها أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين وما يزيد عن 1 مليون لتر من الديزل على محطات العاصمة طرابلس وضواحيها. وأشارت الشركة إلى أنها وزعت من مستودع راس المنقار بمدينة بنغازي ما يزيد عن 700 ألف لتر من البنزين، فيما لم توزع كميات من الديزل بحسب بيانات الشركة على مدن المنطقة الشرقية. هذا ووزعت الشركة أكثر من 1,120,000 لتر من البنزين وما يزيد عن 250 ألف لتر من الديزل على مدن المنطقة الجنوبية انطلاقا من مستودع سبها النفطي. ختم جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن للزميلين مروى واز. شكرا لك حمد. شكرا لكم.
أفاد الناطق باسم شركة الكهرباء وئام التايب بخروج الوحدة الأولى بمحطة طبرق عن العمل بسبب نقص إمدادات الوقود. أعربت الشركة العامة للكهرباء عن خشيتها من توقف محطة طبرق عن العمل نهائيا بسبب وصول إمدادات الوقود للمحطة إلى أدنى مستويات، قائلة إنها راسلت كافة الجهات المختصة بشأن توفير الوقود ولم تتلقى حتى اللحظة أي استجابة بالخصوص. هذا وأعلنت شركة الكهرباء إخلاء مسؤوليتها بشكل كامل عن أي انقطاع للتغذية الكهربائية، مؤكدة أن هذا الأمر إن حدث فهو خارج عن إرادة الشركة وفق تعبيرها. من جهته قال الناطق باسم شركة البريغا النفطية إن سوء الأحوال الجوية في ميناء طبرق واعتماد الشركة على صهاريج النقل تسبب في تأخر شحنات الوقود إلى شركة الكهرباء. وأكد المسلاتي للأحرار أن الوقود متوفر بالمنطقة الشرقية ومدينة بنغازي، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود مستمرة وفق المعدلات الطبيعية والجدول الزمني المحدد. أضاف أن كافة شركات التوزيع مستمرة في الحصول على مخصصاتها من الوقود، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وأخذ الأخبار والمعلومات من الشركة نفسها. مواطن من مدينة الكفرة يقدم نحو 2000 وجبة إفطار مجانية بشكل يومي للنازحين من حرب السودان، إضافة إلى بعض المحتجين من الجنسيات الأخرى. كذلك أزم يقدم بعض المساعدات الأخرى المتمثلة في توفير الملابس أو الأغطية. نشاهد المزيد في هذا التقرير. قد يكون الغيث رجلا يكرس نفسه وماله لمساعدة وتقديم كل ما يلزم لهؤلاء النازحين من هول الحرب وبطشها في السودان، ممن حط بهم الرحال في مدينة الكفرة، إضافة إلى بعض المستضعفين من جنسيات أجنبية أخرى. كل الكفرة هتجتمع عائلات وهتغطني من بطاطين من فراشات، كون انه واحد سوداني بات على نار ما عندش بطانية، هذه نحن ما نسمحش بها بك في الكفرة ابدا ابدا، ولا نسمح الواحد جيعان لو بعنا اللي قدامنا واللي ورانا. جان منظمات، جات حكومة، ما عندناش مشكلة، ما جاتش اهل الكفرة واقفين وقادرين ان يحوكم. غيث الكفرة بدأ مشروعه الخيري في خدمة هذه الشريحة منذ شهر رمضان الماضي عبر موائد الرحمن، قبل أن يطور نشاطه وصولا إلى تقديم وجبات إفطار وصلت خلال الأربعة أشهر الماضية إلى نحو 2000 شخص يوميا بمساعدة بعض الجهات ورجال الأعمال في المدينة، على أمل أن يرفع من مستوى هذه المساعدات لوجبات أخرى تكفي لسد جوع من تقطعت بهم السبل. معاناة في الكفرة هذه معاناتكم معاناة صعبة شوية، ياك نقسم بالله النساء حاسة بها والأطفال، والله النساء حاسة بها. مساعدة المستضعفين والفارين من الحرب في السودان لم تقتصر على تقديم الوجبات، بل امتدت وصولا إلى الوقوف على احتياجات العائلات النازحة وتقديم ما يلزم لهم. مناشدات عدة أرسلها النازحون للجهات المحلية والدولية طالبت فيها بتخفيف ولو جزء بسيط من معاناتهم اليومية من أثر النزوح يذهب فيها أحيانا بحلم الحصول على رغيف خبز. طالب الهلال الأحمر ومطالب المنظمات الخيرية ومنطالب الأمم المتحدة الدخل في الموضوع بتاع السودانيين، يعني ممكن نطالب أبسط الأشياء بمسكن، يعني مخيم. المخيم ده يعني بحوي الناس، يعني بسكنوا فوقه ويكون الأكل متوفر لهم والغطاء بتكون متوفر لهم، يعني لما يكونوا في مخيم واحد يعني بساعد الناس. المتضررون من الحرب لم تخلو مناشداتهم أيضا من رسائل وجهوها إلى الأطراف المتصارعة على السلطة في السودان تطالبهم بضرورة الوقوف الفوري للصراع هناك. الحرب دي حرب لعينة، أنا بس أوصل رسالة للحكومة السودانية إنه أوقفوا الحرب، لأنه الحرب دي ما استفدنا منها حاجة غير إنه إحنا تشردنا وتعبنا وعانينا. ومع تزايد حدة الصراع في السودان خلال الأشهر الأخيرة تضاعفت أعداد النازحين في مدينة الكفرة إلى الآلاف،
دون أي وقفة ملموسة من الدولة للتعامل مع هذه الأزمة، الأمر الذي تسبب في خلق عديد الأزمات وتشكيل ضغط لم تستطع بعض الجهات التعامل معها في مقدماتها المستشفيات التي اكتظت، حيث تستقبل عشرات المرضى منهم يوميا. ما يعبر الهاتف من الكفرة الناطق باسم المجلس البلدي الكفرة عبد الله سليمان، أهلا بك معنا سيد سليمان. إذن كم تقدر عدد هؤلاء النازحين واللاجئين إليكم في الكفرة، وما دوركم أنتم في التخفيف على هؤلاء كمجلس بلدي؟ مساء الخير. طبعا لا أستطيع أن أجزم برقم محدد لعدد اللاجئين السودانيين في الكفرة، لكن ما أستطيع أن أقوله هو عددهم بالألاف، والعدد يتغير من يوم لآخر طبعا بسبب كثرة اللاجئين ودخولهم كل يوم إلى مدينة الكفرة. طبعا تلاحظ الحركة في الشوارع وفي بعض الأماكن اللي هي يتواجدوا فيها العمالة الوافدة وأيضا اللاجئين، أو حتى في المكان الذي يقدم وجبة الإفطار اللي تحدثت عليه في التقرير، اللي هو الحاج غيث الزروق، واحد من أبناء الكفرة ومعروف بالمبادرات الخيرية. طبعا هذا استغل مقر عام هي قاعة اجتماعات قديمة جدا عمرها أكثر من 40 سنة، وحولها أو حول جزء منها إلى مطعم يقدم وجبة إفطار لكل اللاجئين ولكل الوافدين حتى من جنسيات أخرى. هذا بالنسبة فيما يخص العدد، يعني لا أحد يستطيع أن يضبط الرقم بالتحديد، لأن دخول اللاجئين غير منظم، ولا توجد جهات تسجل الداخلين، ولا توجد تأشيرات، ولا توجد جوازات يعني تشرف على دخوله. فيما يخص ماذا فعلت أو ماذا سيفعل المجلس البلدي، طبعا مبادرة الحاج غير في تقديم وجبة الإفطار هي غير كافية لحل مشكلة اللاجئين. هناك مبادرة أخرى سوف تبدأ غدا بعون الله تعالى تحت شعار بطانية من كل بيت، والمقصود بطانية يعني الأغطية، توفير الأغطية خاصة لبرودة الطقس في هذه الأيام. أيضا كان هناك اجتماع أول أمس بين السيد مدير فرع جمعية الهلال الأحمر الكفرة وسيد وكيل ديوان البلدية للتنسيق لإطلاق حملة إنسانية كبيرة على مستوى الكفرة لتوفير الأغذية وتوفير الأغذية وأيضا الملابس. طبعا للأسف يعني احنا خطبنا الحكومات وللأسف يعني ما فيش استجابة، بالرغم من أن الأمر حتى لا يحتاج إلى مخاطبة لأنه هو واضح يعني. ولذلك نحن لن ننتظر أحد، زي ما صرح الحاج غيث الزروق، لن ننتظر أحد وسنبدأ بالمبادرات. صحيح أن الأمر صعب وقد يستمر طويلا وقد لا يستطيع الناس أن يوفوا طيب بما أن الأمر صعب كما أشرت، ما هي أهم احتياجاتكم أو مطالبكم في هذه الحالة؟ المطالب الرئيسية نحن نريد أغطية ونريد أغذية أو غذاء للاجئين. المنظمات الدولية بالإمكان حتى إذا لم تستطع الوصول إلى الكفرة بالإمكان التنسيق مع الهلال الأحمر وتسليم مساعدات الهلال الأحمر. هناك مساعدات الآن قاعدة في جمعية الهلال الأحمر في الكفرة ويتم توزيعها على اللاجئين، ومكتوب عليها اليونيسف، يعني هي مقدمة من اليونيسف. ليس بالضرورة أن تأتي المنظمة إلى الكفرة وتصنع قاعدة وتفتح مكاتب، يعني بالإمكان حتى التعامل مع الهلال الأحمر مباشرة، ونحن نثق في جمعية الهلال الأحمر ولديها القدرة ولديها الكوادر القادرة على ذلك ولديها الخبرة في ذلك. الناطق باسم المجلس البلدي الكفرة عبد الله سليمان، شكرا جزيلا لك. الآن مع جولة من أخبار الرياضة. والزميل مازر جوبة تفضل. شكرا لكما.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. أعلنت 3 أندية من فرق الدوري الممتاز انتقال 4 لاعبين سودانيين لصفوفهم في مرحلة الانتقالات الشتوية بعد قرار اتحاد الكرة باعتبار اللاعبين السودانيين والفلسطينيين كلاعبين محليين. نادي النصر أعلن ضم الثنائي السوداني الجزولي نوح وبخيت خميس قادمين من نادي المريخ، في حين ضم نادي الصداقة مهاجم الهلال السوداني جون مانو بنظام الإعارة، كما أعلن السواحلي ضمه للسوداني أحمد حامد قادما من المريخ. التحق الأهلي بنغازي بالأخضر في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالدوري الممتاز إثر فوزه الهام على المروج بهدف دون مقابل لحساب الجولة 9. هدف الفوز للأهلي بنغازي تكفل به حسين طقطق وأكل كفيلا بمنح فريقه النقاط 3 والوصول للنقطة 17 ويشارك الأخضر المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المروج عند 8 نقاط في المركز السادس. وقبل ذلك شهدت الجولة تفوق الأخضر على الهلال ب3 أهداف مقابل هدف في قمة مباريات اليوم. فوز الأخضر وصل به للنقطة 17 في المركز الثاني بالشراكة مع الأهلي بنغازي، بالمقابل تجمد رصيد الهلال عند 16 نقطة متراجعا للمركز الرابع. تختتم غدا الثلاثاء مباريات الأسبوع 10 لفرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز بمواجهتي أساريا وأبو سليم والمدينة مع الأولمبي. أبو سليم ينزل ضيفا على أساريا متطلعا لاستعادة نغمة الانتصارات وتأكيد منافسته على المراكز 3 الأولى رغم صعوبة المهمة أمام أساريا السعي لتحسين مركزه بجدول الترتيب. وفي المواجهة الثانية يعلم المدينة ضرورة الفوز على ضيفه الأولمبي العنيد لقيمة نقاط المباراة في صراع المقدمة، وهو ما يعيه الأولمبي أيضا للارتقاء بجدول الترتيب والعودة للمنافسة في مرحلة الإياب. وصل فريق النهضة صدارته للمجموعة المنطقة الجنوبية بالدوري الدرجة الأولى لكرة القدم رغم تعادله مع الهلال بدون أهداف لحساب الجولة 4. الجولة شهدت ارتقاء الشرارة للمركز الثاني إثر فوزه على القرطبية بثنائية، مستغلا تعادل الهلال مع النهضة الذي تراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب. كما شهد هذا الأسبوع ارتقاء الوادي الأخضر للمرتبة 4 إثر تخطيه المهدية بـ2 دون مقابل، بينما انتهت مباراة الجزيرة والأمل بالتعادل السلبي ليصل الفريقين للنقطة 5. نشكر الأخوة بالاتحاد الفرعي لكرة القدم لمساعدتهم الوقوف معنا، وأيضا الأندية لا ننسى نادي القضابية. طبعا لقلة الملاعب في المنطقة الجنوبية الملعب الوحيد اللي يحتضن هذه المسابقة اللي هو نادي القضابية. هو الدوري والمجموعة كاملة في المستوى متقارب، وخاصة هذا الموسم كانت الناس كلها مستعدة وكانت محضرة بصفة كويسة، وما فيش اللي ضعيف وما فيش القوي، وكانت منافسات على أشدها. بالنسبة لفريقنا وضع كويس الحمد لله رغم ضيق المدة مدة الإعداد، ولكن الحمد لله بفضل الطاقم التدريبي لفريق الشرارة والإداريين ومساندة جمهورنا. في خبر آخر، تواصل لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه رانيما الساقلي وسما الفريطيس تحضيراتهما للمشاركة في النسخة 6 من دورة الألعاب العربية للأندية بمدينة الشارقة الإماراتية. اللاعبتان الليبيتان تتطلعان لتسجيل نتائج مشرفة في فئتي الكاتا والكوميتي في المنافسات المقررة ما بين 2 و12 من فبراير بالشارقة الإماراتية، والتي تدخلها رنيم وسما بدعم من وزارة الرياضة بمعسكر يسبق هذه المشاركة الهامة. أخيرا اختتمت في بنغازي دورة المستوى الأول لمدربي لعبة الشراع بمشاركة 12 متدربا يمثلون 8 أندية من مختلف المدن الليبية. الدورة التي تأتي ضمن برنامج التضامن الأولمبي نظمت بتواجد وإشراف المحاضر المصري والخبير في لعبة الشراع محمد جمال، وذلك بهدف رفع كفاءات الكوادر الليبية في هذه اللعبة.
وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام رياضة ليلى. أعود من جديد إلى مروى وأهزم إليكما. شكرا لك مازن. يعد مسجد القشقاشة بكاباو من المساجد التاريخية في ليبيا، حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث الهجري. ليبيا الأحرار رصدت تاريخ المسجد وتحويله من كنيسة إلى مسجد تاريخي، كما يعد من أقدم مساجد جبل نفوسة. نتابع. مسجد القشقاشة أو مسجد أبي محمد الكاباوي ببلدية كاباو بجبل نفوسة يعد من أقدم المساجد التي تم بناؤها بالبلدية وفي جبل نفوسة بشكل عام منذ القرن الثالث الهجري، حيث كان قبل ذلك كنيسة يتعبد فيها الحواريون قبل الإسلام، ولا تزال بعض النقوش مرسومة على جدران المسجد كشاهد على تاريخ المكان. أنشأ الشيخ محمد بعد تخرجه هذه المسجد في القرن النصف الثالث الهجري الأول الرابع الهجري، درس فيها القرآن، درس فيها أصول الفقه، كان إمام لهذه المسجد لسنوات حتى لسنة 1950. هذا وأضيفت للمسجد بعض التغييرات من محارب وأماكن غسل الموتى ليصبح مسجدا متكاملا تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة التراويح في رمضان، وحلقات لتعلم القرآن الكريم والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث تم بناؤه من قبل مؤسسه الشيخ أبي محمد الكباوي الذي درس في مدرسة الشيخ أبو هارون يونس الجليمي. المسجد هذه مسجد قديم، مسجد عتيق من أيام الحواريين. الحواريين تعبدوا فيه بعد ما انتهت لحقبة الحورية، فهمت، ودخلوا الناس الإسلام كلهم، فهمتني ولا لا، فعادت إلى الدين الإسلام، إلى يعني رجعوها إلى مسجد وكانوا يقومون به الصلاة. مسجد القشقاشة في كاباو من المعالم التاريخية للمدينة ولجبل نفوسة، كونه من أقدم المساجد في ليبيا، حيث توالى على خدمته أكثر من 30 عالما، كونه المسجد الوحيد والعتيق في كاباو. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة. نترككم الآن مع حوارية الليلة وزميل خالد سعيد. دمتم بخير. يتوجه باتيلي للقادة العسكريين غرب البلاد لمعالجة الانسداد الراهن، خطوة جديدة تطرح تساؤلات عن الغاية وعن الصيغة التي قد يتخذها لإشراكهم في الحل السلمي الشامل. بعد الفاصل.